أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تقرير لجنة الإنقاذ الدولية حول التحذير من تضاعف المآسات الإنسانية وضياع فرص السلام بسبب الحرب المستمرة. حذرت لجنة دولية من الفشل في استغلال الفرصة السانحة لإحلال السلام في اليمن حاليا، مؤكدة أن استمرار الحرب لخمس سنوات أخرى ستكلف المانحين 29 مليار دولار من المساعدات الإنسانية. وقال تقرير صدر عن لجنة الإنقاذ الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحرب في اليمن وصلت إلى مفترق طرق للمرة الأولى منذ سنوات عدة، وأن على المجتمع الدولي الاستفادة من الوضع الجديد لإنهاء أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: تبعات تضاعف الأزمات الإنسانية بسبب الحرب المشتعلة منذ خمسة أعوام، وهل ما يزال هنالك فرص لإنهاء الأزمة والحرب في البلاد؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب لنتابع التقرير الذي أعده الزميل محمد عبد المغني. لا تتوقف التحذيرات التي تطلقها المنظمات الدولية من تضاعف مأساة الوضع الإنساني في اليمن بعد دخول الحرب والأزمة مرحلة أكثر تعقيدا مما كانت عليه. لجنة الإنقاذ الدولية وفي تقرير جديد حذرت من الفشل في استغلال فرصة إحلال السلام في اليمن، ونبهت أيضا إلى استمرار المجاعة في البلاد لعشرين عاما أخرى. حرب اليمن التي وصلت إلى مفترق طرق وأنتجت أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم بحسب لجنة الإنقاذ الدولية ستكلف المانحين 29 مليار دولار من المساعدات الإنسانية إن استمرت لخمس سنوات أخرى، وهو ما يتجاوز الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية عالميا. تعقد الأزمة السياسية في اليمن وتعدد الأطراف الدولية الفاعلة في الصراع من خلال الدعم المباشر للحرب أو التجاهل، كل ذلك ضاعف من المشكلة بفعل المصالح المتباينة لأطراف دولية وإقليمية عدة. وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند أشار إلى أن بريطانيا التي تقود الجهود الدولية في اليمن قد تضيع الفرصة الحالية بسبب الانقسام الداخلي حول بريكسيت والتبدلات العشوائية في سياستها بالشرق الأوسط. ثمن باهظ يدفعه المدنيون كل يوم في حرب انقلاب دمرت كل شيء وجعلت المواطن هو الخاسر الأكبر، وبين هذا وذاك يستمر العنف أمام غياب تام للمحاسبة وتجاهل كامل لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ النقاش مع الباحث السياسي ثابت الأحمدي الذي ينضم إلينا من الرياض. مرحبا بك سيد ثابت. إذا عودة للتحذيرات الدولية وتقرير جديد لمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية، ما الذي يمكن أن تفعله مثل هكذا تحركات وتحذيرات، وما الذي يمكن أن تفعله هذه التقارير؟ أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام. وفي الحقيقة نحن منذ أكثر من سنة ربما سنتين ونحن نجزئ القضية اليمنية تجزئا إلى وحدات بسيطة، أحيانا إلى كائنات مجهرية لا ترى بالعين المجردة. قضيتنا المركزية هي واحدة، وهي دحر الانقلاب الحوثي الخميني الإيراني في صنعاء. هذه القضية هي القضية الجوهرية والمركزية التي نالت بها الشرعية من أول يوم، والتي جاء بشأنها أيضا التحالف العربي. بعدها بأشهر وربما بسنوات قليلة بدأنا نشاهد تجزئة للقضية، يعني طفت على السطح قضايا أو جزئيات مثل قضية الساحل الغربي، قضايا اللاجئين، قضايا الانتقالي، قضايا بسيطة جدا. أنهتنا وأنستنا القضية الجوهرية والأساسية اليوم لم يعد احد يتكلم عن الانقلاب في صنعاء منذ اكثر من سنه، ونحن نتكلم عن الانتقالي، عن ستوكهولم، عن القضيه، عن القضايا كلها جانبيه، ونحن نقول على اهميتها، عفوا جانبيه على اهميتها. ولكن دائما اقول المحل قضية صنعاء ومعاقبها تهتم بكل قضايا اليمن، القضية الكبيرة. قضيتنا الأساسية للكم اليوم منذ مئات السنين هي في صنعاء، رأس الحية في صنعاء، اقطعوا رأس الحية يقطع درجة ودائها. نعم،
نعم أستاذ ثابت، اللجنة الدولية في تقريرها تتحدث عن فرص سانحة لإحلال السلام في اليمن ويجب استغلالها. ما هذه الفرص التي تتحدث عنها اللجنة في تقريرها؟ نعم الصوت أيضا غير واضح لدينا أستاذ ثابت. قلت لك أن اللجنة تحدثت في تقريرها عن فرص سانحة لصناعة السلام في اليمن، ما هي هذه الفرص التي تتحدث عنها اللجنة في تقريرها؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ ثابت، ونعتذر مشاهدينا الكرام عن رداءة الصوت من المصدر حتى يعود معنا الأستاذ ثابت الأحمدي. نعود لنذكر بموضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث التي نتناول فيها تقرير لجنة الإنقاذ الدولية حول التحذير من تضاعف المأساة الإنسانية في اليمن. وينضم الآن معنا من الرياض المحامي محمد قشمر. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بكم المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد محمد. إذن تقرير جديد للجنة الإنقاذ الدولية تحدث فيه عن فرص سانحة يمكن من خلالها صناعة السلام في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعاني منها منذ 5 سنوات وتصنف الأسوأ في العالم. ما هي هذه الفرص التي يتم الحديث عنها في هذا الوقت؟ الحقيقة عندما نتحدث عن فرص تأتي عن طريق بريطانيا كدولة متحكمة بالملف اليمني، فإننا نتحدث عن ما يمكن أن نقول عنه محاولة فرض واقع جديد في اليمن، يمكن على وجه الخصوص ثم في الشرق الأوسط على وجه العموم. التقارير التي تصدر من هؤلاء الناس أعتقد أنها ليست مقدسة بشكل أو بآخر. المبالغ التي ترصد والتي تحدثنا عنها أكثر من يستفيد منها المنظمة الدولية، أكثر من يستفيد منها المواطن اليمني، والدليل أن الوضع الإنساني في اليمن من سيء إلى أسوأ رغم الكم الهائل من الأموال التي تدار أو تقدم من الدول المانحة إلى اليمن. نعم. الفرص التي يتحدثون عنها كما تحدث عنها قبل أيام قلائل السفير البريطاني عندما يقول بأن الحوثيين على استعداد التخلي عن الحوثيين. هذه الرسائل التي يرسلها البريطانيين تقول أنه يجب أن يكون الحوثيين موجودين في المشهد السياسي، إن لم يكونوا الحكام الأساسيين اليمن يمكن أن يكونوا هم إيش الحكام المشاركين في قيادة اليمن. هم يتحدثون عن خطة أعتقد تروق لهم لا تروق لليمن، لا تناسب اليمن واليمنيين، يحاول فرضها على الواقع، وإلا سيستمر الحرب وسيستمر الصراع وهم من سيؤدي هذا الحرب. القرارات الدولية التي اهتمت بشأن اليمن هي أصلا من أجل يعني تجريد الحوثي من السلاح، إعادة الحوثي إلى نافية أو إلى الطريقة الصحيحة، يعني إعادة الشريعة اليمنية، وكل هذه القرارات للأسف الشديد تقابل بتعارض حقيقي من المجتمع الدولي الذي يتحدث أو يظهر مثل هذه التقارير. المشكلة الآن تكمن في أن أولئك الناس الذين يتحدثون هم سبب المشكلة التي تعاني منها اليمن واليمنيين. إذن أين تكمن المشكلة سيد محمد؟ هل هي في التشخيص أم بطريقة تنفيذ هذه المقترحات على الأرض للخروج باتفاق سياسي وأيضا بإنهاء الحرب في اليمن، وأيضا من بيده فعلا إنهاء الحرب في اليمن؟ الحقيقة نحن نتكلم دائما أن هناك قرار دولي وجدت من أجل إنهاء الحرب. عندما دخلت اليمن ضمن البند السابع لماذا؟ والفترة السابعة لماذا؟ لأنها تحاول أن تنهي الانقلاب العسكري بالقوة العسكرية وبالتدخل العسكري في اليمن، ونادرا ما تدخل الدول أصلا تحت هذا الفصل لأن التدخل العسكري مكلف غالبا بشريا أو ماديا وإنسانيا. الذي حدث أن أدخلونا في هذا الموضوع من أجل تحقيق أهداف أو تمرير أهداف معينة، عندما حاول الجيش اليمني أن يتقدم في أكثر من مرة كانت للأسف الشديد تقف العراقيل بشكل كبير جدا امام انهاء هذا الانقلاب. الكل يعلم ان مارتن جريفيث وبعض المنظمات الدوليه الموجوده في اليمن كانت تقاتل بشده من اجل وقف تقدم القوات اليمنيه التي يمكن ان تساهم في وقف هذا التدهور الانساني في اليمن الذي يتحدثون عنه. في النهايه نحن نقول ان الحرب في اليمن اساسا وجدت من اجل وقف التدهور الانساني في اليمن. هل توقف التدهور الإنساني في اليمن؟ لا. لماذا؟ لأن هناك من يعني تجار الحروب المحليين يفوقهم جشعا ويفوقهم يعني إجراما تجار الحروب الدوليين. أنا أعتقد يعني وأكون جازما أن بريطانيا تعتبر هي أكبر المستفيدين من إثارة الوضع في اليمن، من محاولة إعادة تقسيم اليمن سواء على المستوى الأيديولوجي أو المستوى الاجتماعي أو هذه الأسباب كلها تعيق من النصر. أعتقد أن الحكومة اليمنية إذا كانت جادة وعندها الرغبة الحقيقية في حسم مثل هذا الأمر ستكون قادرة، إذا استطاعت أن تستخدم كل الأوراق
الدبلوماسية الموجودة معها إذا استطاعت أن تقدم كل ما بيدها من وسائل وأسلحة يمكن أن تقدم الكثير في هذا الأمر. لكن للأسف الشديد هناك ركود حقيقة في السياسة الخارجية اليمنية، هذا يعني اعتراف حقيقي مني، أنا أتكلم كمواطن يمني أرى أن هناك يعني تغافل أو تجاهل أو قصور كبير في الموضوع هذا من قبل الحكومة اليمنية، إلى جانب أن هناك أيضا تماهي دولي كبير جدا مع الحوثيين، وبالتالي كل هذه الأخبار التي يتم تداولها والتقارير التي يتم نشرها هي لإجبارنا على شيء معين، يا أنه تستمر بتصالح حقيقي مع الحوثيين بحيث يكون الحوثيين متبقين على الأرض بقوتهم العسكرية مسيطرين على ما تحصل من سلاح ومن مال ومن جبروت، أو أن الحرب تستمر ونحن مستعدين لدعم هذه الحرب، والمستفيد الأول والأخير هو طبعا المجتمع الدولي الذي لا يريد لليمن الاستقرار ويتمنى استمرار النزاعات المسلحة من أجل يعني تنشيط الاقتصاد الدولي من خلال بيع الأسلحة. نعم سيد محمد، أيضا تطرقت في حديثك عن المليارات التي يتم التعهد بها سنويا للإغاثة في اليمن، أين تذهب هذه التعهدات وأيضا لماذا لا يتم الإيفاء بها بنفس المبالغ التي يتم التعهد بها من قبل هذه الجهات، الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في العديد من المناسبات التي أقيمت للتبرع للإغاثة في اليمن؟ طبعا هم الان تحدثوا بالتقرير الاخير انه يحتاج فوق ال 28 و 29 مليار دولار من اجل الخمس سنوات المقبله اذا استمر النزاع في اليمن. طيب هل هذا يعني ان المبالغ هذه نفسها هي التي صرفت في الخمس سنوات الماضيه؟ الكل يعلم انه ما يعلن غير ما يتم استلامه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه عندما نقوم بعمليه يعني تدقيق بسيطه جدا عن الأموال التي تدفقت المنظمة الدولية باسم اليمن من أجل تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، وبين ما نجده في الواقع اليمني نجد أن هناك فجوة كبيرة جدا ما بين ما يقدم وما بين ما هو حاصل. هذا يبين أيضا أن هناك في حسن، إذا أحسننا النية طبعا أحسننا الظن في المنظمة الدولية سنقول أن هناك سوء إدارة، سوء الإدارة هذه بحد ذاتها فشل حقيقي وفساد تساهم في تسريب تلك الأموال. الأموال التي تقدم كثيرة جدا للمجتمع اليمني للأسف شد، لكن ما زلنا من سيئين إلى أسوأ. وهذا يبين أيضا نقطة أخرى أن هناك من يستفيد من هذه الحروب من المنظمة الدولية أكثر من يستفيد منها المتضررين للأسف الشديد في اليمن. ما زالت الأموال التي يبحثون عنها أعتقد يعني موجودة، هناك من الأموال الكثيرة موجودة عندهم، خطط الاستجابة 2019 للأسف الشديد ما قدموا منها شيء، الآن 2019 شبه منتهية، وما زلنا يعني للأسف الشديد في دائرة مغلقة، والسبب الكبير عدم وجود شفافية حقيقية في موضوع استلام وصرف المبالغ هذه او مساعده الانسانيه سواء كانت ماديه او اغذيه وديه. نعم، اذا سيد محمد تكرم بالبقاء معي واسمح لي ان اشرك معنا في الحديث المحلل السياسي ياسين تميمي. مرحبا بك سيد ياسين. اذا تقرير جديد للجنه الانقاذ الدوليه تتحدث عن وضع جديد لانهاء اكبر ماساه في اليمن، ما هو هذا الوضع الجديد الذي تتحدث عنه اللجنه الدوليه في تقريرها؟ نعم استاذ ياسين، هل تسمعني؟ استاذ ياسين هل انت معي؟ يبدو اننا فقدنا الاتصال ايضا بالاستاذ ياسين. اذا عوده اليك محمد. استاذ محمد، تحدثت عن صفقات الفساد التي تحدث في المجتمع الدولي وايضا على المستوى المحلي، وهذا ما يدفع البعض بالحديث عن انه ربما هذه المنظمات والجهات الدوليه عندما تقوم باصدار هذه التقارير ربما تلجا لصيغه المبالغه وتهويل الوضع الانساني في اليمن لاستغلال ذلك بتمرير صفقات فساد، وهذا ما شاهدناه خلال الفتره السابقه من اغاثه فاسده في اليمن وبيع الإغاثة لأطراف متنفذة داخل لأطراف النزاع في اليمن. ما صحة هذا الحديث، رأيك وتعليقك؟ يا سيدتي الفاضلة، الآن قبل أيام قليلة وجدت مساعدة غذائية في محافظة سعيد على وجه الخصوص وكانت فاسدة من الدقيق، وهناك أيضا كثير من المواد الغذائية أصلا غير صالحة للاستخدام الآدمي. هذا جزء من الاتجار بهذا الموضوع. هناك منظمات دولية تتعامل بصفقات عملاقة يعني فيها فوائد مالية لأفراد داخل المنظمات، يعني شيء يذهل الإنسان عندما تجد أن الأطفال في اليمن يموتون من الجوع، وهناك من يستفيد من هذه الأمور. يعني دعينا نتحدث بطريقة أخرى، عندما نقول
أنه للأسف الشديد الآن محاولة دولية لاستغلال الوضع الإنساني في أي دولة من أجل تمرير أجندات خاصة. يعني المواثيق الدولية التي وجدت من أجل حقوق الإنسان أصبحت عبارة عن حبر على ورق داخل المجتمعات، خصوصا الدول النامية ودول العالم الثالث الذي نتحدث عنها من الدول العربية، الشرق الأوسط، دول أفريقيا، بعض الدول في شرق آسيا التي يعني فيها من الانتهاكات والجرائم ما تقشعر لها الأبدان، وما زال للأسف الشديد المجتمع الدولي يتكلم بصيغة للأسف الشديد بصيغة المتفرج الذي يأسف لما يحدث وهو قادر على وقف هذه الانتهاكات. كل شواهد تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الاستخبارات الدوليه هي التي تحرك مثل هذه الامور لاغراض سياسيه او لاغراض ايديولوجيه او محاربه فئات معينه. هذه اشياء قائمه. يعني نعود ونقول ان المواثيق الانسانيه موجوده، ان المجتمع الحي الانساني موجود، لكن لا تجد للاسف الشديد المواثيق الانسانيه وحقوق الانسان، حقوق الاطفال، حقوق النساء، لا تجدها الا في الدول الاوروبيه. لهذا السبب تجد ان الصراعات تستمر وان المتفرج الاول هو المجتمع الغربي الذي يتكلم عن الديمقراطيه ويتكلم عن الانسانيه ولا يقدم لها شيء غير انه يحاول ان يعني يبحث عن كثير من المساعدات او يحفز الدول المانحه ان هناك يعني ماساه انسانيه عظيمه في اليمن يجب ان نزال فيها. اعتقد انه وقف الماساه الانسانيه الان يتمثل في وقف الحرب. كيف يتم وقف الحرب؟ عندما يتم الانتصار للحق. هل المجتمع الدولي يفعل الانتصار للحق؟ أنا أعتقد أنه لا يفعل الإنصار للحق، أو أنه يرى الحق بمنظور آخر غير الذي نراه نحن اليمنيين، ويرى أن الحق يمكن أن يكون الحوثي حاكما في الشمال، يمكن أن يملك فئات أخرى في الجنوب، يمكن أن يساهم في تقسيم اليمن من أجل قلك أن يصل إلى سلام. هذا لا يمكن أن يصل إلى سلام، لأنه بالنهاية ستكون هناك قوى متعددة وتكون هناك أقطاب متعددة، تكون صراعات متعددة، وتكون هناك يعني للأسف الشديد دعم إقليمي متعدد، ندخل في دوامة أخرى، نعود إلى صراع جديد. يعني نعود للأسف الشديد إلى نقطة الصفر، إلى نقطة البداية التي تقول بأنه إذا لم يتحرك اليمنيين بشكل جاد حقيقي بكل المكونات السياسية والحزبية والمفكرين والقادة إلى طاولة واحدة، يعودوا إلى طاولة واحدة ويحاولوا النقش شأننا، للأسف الشديد سنترك المجال للآخرين. هم يحددوا مصيرنا وهم من سيسعون إلى تحديد مدى الحرية التي يجب أن أعيش فيها أنا كمواطن يمني، ومدى المجال المفتوح لي في هذا المجال. يعني وسيتم استخدام أيضا الإنسانية بطريقة أخرى من أجل تدمير اليمن مرة أخرى. نعم، إذن سيد محمد تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الأستاذ ثابت الأحمد الذي يعود معنا مرة أخرى. مرحبا بك سيد ثابت. إذن بالحديث عن ما ورد في تقرير اللجنة الإنقاذ الدولية عن أن هنالك فرص سانحة ومواتية الآن لصناعة سلام، هل فعلا أنت ترى أن الأرض على أن المعطيات في الأرض تنبئ أو هي مهيئة للخروج بسلام وإنهاء الحرب في اليمن؟ عزيزتي، ليس هناك عاقل يرفض السلام، ولكن السلام بشروطه. هذه من البديهيات التي لا يختلف عليها اثنان. نعم. السؤال هل سيجنح هذا، وهو السؤال المركزي، هل سيجنح الحوثي للسلام؟ وهل السؤال ايضا الذي يسبقه اولا، هل الحوثي وجماعته جماعه سلام؟ هذا هنا محور الارتكاز في العمليات كلها. بالعوده الى ادبياتهم الدينيه والسياسيه، نجد ان الحوثيه هي جماعه كهنوتيه دينيه تستند الى نظريه سياسيه دينيه صلده مثلها مثل الفاشيه او النازيه تماما، لا فرق. لا تؤمن بالاخر، لا تؤمن بالحريات العامه، لا تؤمن بالحريات المدنيه، لا تقبل باي انسان الا ان يكون تابعا على الاطلاق فقط. اما ان يكون مشاركا او متشاركا معه في اي برنامج او في اي مسار او في اي عمليه سياسيه، الامر غير ذلك. هم لا يعترفون بشيء اسمه الديمقراطيه في ادبياتهم السياسيه، لانهم يستمدون حقهم من السماء. فلماذا يعني حد قولهم او زعمهم او اعتقادهم، لماذا يلجؤون الى الناس او الى الشعب ليستمدون الحقوق السياسيه والمدنيه منه؟ هذا هو جوهر السؤال. يعني هنا الجنوب للسلام او التفاوض من اجل السلام مع هذه الجماعه كالتفاوض بين الشاة والذئب، كالتفاوض بين العصفور والتنين، وهذا امر محال. هذه الجماعه او اي جماعه ايديولوجيه على الاطلاق طابعها النفي، طابعها الاقصاء، طابعها عدم الايمان بالاخر. هذا هو السؤال. ثانيا، تجربتنا مع هذه الجماعه طويله يا اخوان الكرام، يعني ليست سنه ولا 10 ولا 20، يعني هي قرون من الزمن توالت، وحياتنا معهم حرب وحربنا معهم حياة. ثالثا، لنا مع هذه الجماعة عشرات الاتفاقيات على الأقل منذ 2004 إلى اليوم،
وجميعها نقضوها وثيقة وثيقة ومعاهدة ومعاهدة بندا بندا وفصلا فصلا. وليس هناك أكبر من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. أظن لن يكون هناك مؤتمر بعد اليوم بحجم هذا المؤتمر الذي رأت هذه الجماعة أنها مظلومة فيه، ورغم أن المؤتمر أعطاها أكثر ما تستحق، ومع هذا انقضت عليه انقضاضا تاما وطورت مصالح الدولة وأمن الدولة. اتفاقية السلم والشراكة، اتفاقية جنيف 1 جنيف 2 ستوكهولم الكويت 1 كذلك، كل الاتفاقيات حوالي 70 إلى 80 اتفاقية تم الانقضاض عليها تماما ولم يلتزموا بوثيقة، وبالتالي فإن أي عملية سلام معهم خلال المرحلة القادمة سواء تبناها الشرعية اليمنية أو التحالف العربي فلن تعدو أن تكون استراحة محارب ليلمموا أشلاءهم من جديد ويقوعوا يعني من موقفهم العسكري ثم السياسي، وسيعودون أيضا لسالبهم من جديد. الآن هذه الجماعة لم تعد يعني بقوة عصابة فقط، هي عصابة يعني معروفة لكنها تملك مقومات دولة، بنك الدولة وإعلام الدولة وجيش الدولة وأمن الدولة، وبالتالي صارت أقوى من الدولة وأقوى من أي طرف على الساحة. نعم سيد ثابت، ايضا في ظل هذا الوضع العجز عن الحاسم على 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 الارض، هنالك ايضا من يقول ان الشرعيه ايضا والتحالف اصبحوا متورطين في الوضع القاتم في اليمن، ما هي الخيارات المتاحه الان امام الشرعيه وامام التحالف للخروج من هذا الوضع؟ صحيح هناك سلامات كبيره جدا في الشرعيه، وليس مجرد سلامات بل ثغرات طويله وكبيره جدا، وهناك فساد يعني أزكم الألوفة وأنتنا ساحة الشرعية بشكل عام للأسف الشديد، بل وهناك من الشرعويين إن صح التعبير من يعملون لصالح الحوثي من داخل الشرعية نفسها. ومع هذا أليس هناك، وهذا رأيي وقلته من سابق، فليس هناك انتيار مع هذه الجماعة وهي جماعة حربية عسكرية إلا الخصم العسكري بالقوة القاهرة، ما عدا فحالة من العبث وبيع الوهن لأنفسنا. لا يمكن على الإطلاق لهذه الجماعة إطلاقا وأقولها بثقة أن تجنح إلى السلام أو التفاوض أو الحوار أبدا، ولا يجدي معها إلا العنف، لأنها عبر تاريخها كاملا تخرجها القوة وتعيدها القوة إلى أوكارها. مسألة سلام وتفاوض هذا يعني تجربتنا معهم طويلة، وواقع الحال والمآل وكل المؤشرات المستقبل تقرر ألا سلام مع هذه الجماعة مطلقا، خاصة ولدينا مرجعيات كبرى، مرجعيات دولية، المرجعيات الثلاث المعروفة، هل سيلتزمون بها؟ من سابع المستحيل، أن يلتزموا بهذه المرجعيات أبدا. نعم، إذن الأستاذ ثابت الأحمدي الباحث والمحلل السياسي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ محمد، وبالحديث عن الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا التي تمر بها اليمن، ما هي مسؤولية التحالف بحكم أنه منذ 5 سنوات المسيطر على البلاد، على منافذ البلاد البرية البحرية الجوية، وأيضا المتحكم بال70% من الأراضي المحررة أو من الجزء المحرر من البلاد، لماذا لا يقوم بدعم الحكومة بتمكين الحكومة لأداء واجباتها في هذه المنطقة، لا يدعم التنمية يدعم الاستقرار في هذه المناطق؟ أستاذتي العزيزة، الموضوع الآن أصبح برؤية إقليمية ودولية أن اليمن أصبحت مقسمة بشكل كبير جدا، يعني إذا جينا نقرأ الواقع سنجد أن المجتمع الدولي بدعم خليجي وبدعم الإمارات العربية المتحدة سلمت الساحل ومجموعة من الجزر إلى الإمارات العربية إلى مجموعة معينة مسلحة، وهذه المجموعة المسلحة يجب ألا تكون ضمن إطار التفاوض أصلا، لأنها تساوي المجموعة المسلحة الموجودة في صنعاء والتي انقلبت على الحكم، وهي أيضا تساوي المجموعة المسلحة في منطقة الجنوب أو في منطقة عدن ويسمى بالمجلس الانتقالي وسيطرت على الحكم. هناك الآن 4 أطراف أنا أشوفها، أن هناك 4 أطراف في الواقع اليمني هم الذي يسعى المجتمع الدولي الآن إلى إيجادهم بقوة، ثم بعد ذلك جمعهم من أن يكون هناك مخضرية يمنية أو حكومة ما تسمى حكومة الوحدة الوطنية، وهي ستكون حقيقة بعيدة عن الوحدة الوطنية، ما هو القوة التابعة للساحل الغربي، القوة التابعة للشرعية، القوة التابعة للحوثي، والقوة التابعة للمجلس الانتقالي، هذه الأطراف الـ4 المحلية، ثم بعد ذلك سيكون هناك مجموعة من الأطراف الدولية الداعمة لها،
وستستمر المشكلة حتى لو خمدت الحرب لفترة مؤقتة. للأسف الشديد مع وجود سلاح مع هذه الأطراف لا يمكن أن نصل إلى طريق إذا لم تكن هناك دولة حقيقية واحدة يتحكم السلطة الدولة هي التي تتحكم في السلاح، تتحكم في الموارد المالية، يكون هناك نوع من النزاهة والشفافية، يكون هناك بعد عن الفساد. أقول أيضا أن الشرعية لا تستطيع أن تتحرك أو تحرك ساكنا حقيقة بدون التحالف العربي، كما أن التحالف العربي أيضا مربوط بالمجتمع الدولي بشكل مباشر. القوات اليمنية بدعم من المملكة العربية السعودية يمكن كانت على قاب قوسين أو أدنى من تحرير الحديدة. المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه هو الذي أوقف هذه الحرب. يعني عودة الحديدة إلى أحضان الشرعية يمكن كانت أن تقدم خطوات السلام وتقدم بالاتفاق الحقيقي، لأن بالنهاية أنت بترت يد مهمة جدا كان يستفيد من الحوثي سواء بتهريب الأسلحة أو بالإرادة المالية التي تصل إليه. وللأسف الشديد المجتمع الدولي الذي يتحدث عن الإنسانية والذي يتحدث عن طريق لجنة الإنقاذ والتي هي حقيقة ليست لجنة إنقاذ لكن لجنة تهديد لها دور في الموضوع. يعني بالنهاية أقول أن المناطق أيضا التي نتحدث عنها مناطق الشرعية ما زالت للأسف الشديد تعيش حالة من اللا استقرار. رواتب الجيش الذي يقاتل من أجل السعادة الشرعية لها أشهر ما يستلم مخصصات مالية ورواتب. تصدير النفط للأسف الشديد أصبح ضعيف وغير قادر على العمل بشكل واضح بشكل عقلاني بشكل المطارات اليمنية للأسف الشديد غير قادرين على التحكم فيها من قبل الحكومة اليمنية. حتى أقول أنه حتى لو وجدت شراكة معينة في إدارة البلاد مع الأخوة في التحالف يجب أن يكون هناك نوع من الندية بالتعامل إلى جانب أن يكون نوع من المحاولة تقديم شيء حقيقي للمجتمع اليمني. يعني أنا عندما أتحدث أن الكهرباء تنقطع الآن في المناطق الحارة مثلا أشعر بنوع من الأسى، عندما أجد أن المياه غير متوفرة في المناطق المحرة أشعر بنوع من الأسى، عندما أجد أنني كمواطن يمني من أي محافظة يمنية غير قادر على التنقل بشكل أريحي أو بشكل بسيط بين المناطق المحررة أشعر أن هناك نوع من الأسى. محاولة الآن إسقاط مأرب للأسف الشديد وإعادتها إلى كل هذه الأشياء تبين أن هناك خطة دولية وجدت من أجل تقسيم اليمن كما أسلفت سابقا. أعتقد أن المجتمع الإقليمي غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية في هذا الأمر. وبالنهاية أقول وأعود إلى أن التعويل الحقيقي سيكون على أبناء اليمن، على رجال اليمن، على القيادة السياسية والتكتلة الحزبية اليمنية. وأملنا كثيرا أن يكون هناك تفاعل عربي حقيقي من أجل اليمن، من أجل وحدة اليمن وسلامة أراضيها. أي خلل في اليمن بهذا الموضوع هو حقيقة سيكون مؤثر بشكل مباشر متوسط وطويل المدى على الأشقاء في دول الجوار من ضمنها من المملكة العربية السعودية. أقولها وبكل صراحة وقلتها في بعض القنوات السعودية أن هناك محاولة دولية لزرع حزب الله في جنوب المملكة العربية السعودية، لا أقول في اليمن لأنه بالنهاية احنا اليمين بنتقاتل احنا والحوثيين حتى نصل إلى طريق، لكن هي محاولة لزرع يعني حزب الله في جنوب المملكة العربية السعودية وستحاصر المملكة السعودية أيضا من الشمال كما هي الآن. إيران تهدد المجتمع الدولي وهي للأسف الشديد بعبع لا يمكن أن يقدم ولا يؤخر. نعم محمد قشمر المحامي والناشط الحقوقي شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر، وكان معي أيضا الأستاذ ثابت الأحمدي المحلل السياسي، والشكر هو موصول لكم على حسن المتابعة وهو لكم من زميل معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.